معكم يسرى، مواطنة مدينة تطوان. جيت لهنا الرباط باش نتكلم على المشكلة ديال الوالدة ديالي اللي توفات من بعد ما أجرت واحد العملية ديال استئصال الرحم في واحد المصحة خاصة جديدة في تطوان. الوالدة ديالي كان عندها 56 سنة. واحد النهار يعني عانت من آلام شديدة في أسفل البطن ونزل منها الدم، وهي يعني كان عندها 56 عام، شكينا وتخلعنا بزاف. مشينا ديناها لواحد المصحه، ماشي هي اللي وقع فيها المشكل، واحد المصحه اخرى، واحد طبيبه نسائيه تما. يعني من بعد الفحص اكتشفت بلي عندها يعني زوائد لحميه، الديبوليب في 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 الرحم ديالها. قالت لنا بلي هاد الزوائد خصهم يتزالوا ويمشيو للتشريح الدقيق. صافي داكشي اللي كان. بعد اسبوع كنكتشفوا بلي الوالده كان عندها يعني بحال واحد البدايه ديال خليه غير طبيعيه متمركزه في عنق الرحم. تخلعنا بزاف ديك العشيه اللي اكتشفنا فيها هذا الاشكال، ومشينا ديناها لواحد المصحه اخرى هي اللي وقع فيها المشكل، على اعتبار اننا ملي قرينا ديك التحاليل كانت السبعه د العشيه ديك النهار، واللي كابيني جينيكولو كانوا شادين. فديك المصح يعني الكبير اللي يعني الاسم ديالو كبير في تطوان، مشينا لعندو، جابوا لنا واحد الطبيب ديال جينيكولوك شاف يعني ديك التحاليل، وصيفط الوالده الغرفه ديال الكشف. بقينا غير حنا ولاده، قالنا بلي خلعنا، يعني كان كيشرح بواحد الطريقه اللي صابتنا بالذعر انا وخواتي. قالنا بلي الوالده ديالكم هادشي اللي عندها خايب بزاف، هكذا بالحرف باقي كان عقل. قالنا الوالده ديالكم هادشي اللي عندها خايب بزاف، ويقدر يكون انتشر لها حتى في الاعضاء الحيويه ديالها، يعني خرج من الرحم. فقالنا لا غدا جيبوا هاد عمل ليريم. حنايا ديك الليله ما نعسناش يعني بالخلعه، والوالده كانت يعني هي الام والاب بالنسبه لنا، لان الوالد ديالي توفى كان عندي 11 سنه. فيعني الوالده هي اللي خدات الزمام ديال التربيه ديالنا انا وخواتي 20 سنه. فمشينا باش نتاكدوا اكثر، ديناها عند واحد مختص في الامراض السرطانيه في طنجة، اللي اكدنا بلي الوالده ما كانش عندها يعني داك الاشكال الكبير اللي كيستحق عمليه ديال استئصال الرحم. قالنا بلي هذا الفعل هذا يقدر يكون اغريسيف عدائي على الجسم ديالها، ولكن الطبيب هذا اللي مشينا عنده، هذا الطبيب اللي في هذه المصحه، كان كيتصل بينا وكيلح علينا واش درتوا لها تحليل ديال الدم اللي طلبته. الوالده خصها ضروري تحيد الرحم، والا هادشي غادي ينتشر. كان كيقولنا بلي حنا ما كنضمنوش الانتشار ديال هذا المشكل، واش غيكون سريع ولا بطيء. فكان يعني كيستغل داك الخوف ديالنا على الوالده، راه شافنا كيفاش كنا مخلوعين. فجبناها يعني عنده، عملنا ليريم بين بلي ما كانش عندها، مازال ما وصلت للمرحله ديال الورم السرطاني. فواخا هيدا كان كيبسطنا العمليه، يعني ما كانش كيشرح لنا بلي هذه العمليه كتعتبر علميا هي من العمليات الكبرى، وبلي عندها مضاعفات من اهمها يعني التجلط الرئوي. ما كانش كيشرح لنا هذا الشيء، كان كيقولنا بلي عمليه بسيطه وبلي هذا. صافي اكدنا بلي هادشي راه وقائي باش ما ينتشر لهاش في الرحم، وباش ما تجبرش من بعد مشكل. وطبيعه الحال حنايا خايفين على الوالده بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. ثقنا فيه، عمل لها فقط تحليل ديال الدم. صافي هادي اللي خسر عليها في المصحه، عمل لها تحليل ديال الدم، وهي يعني قبل كانت صابت بالسل، وكانت دخلت للسبيطار ديال الامراض الصدريه، جوزت مده، وكان عندها يعني كانت حاله متقدمه في المشكل ديال السل، وخبرت منه، ولكن خلى لها يعني مشكل في الجهاز التنفسي، دائما بقات كتعاني من مشاكل في التنفس. هو ما وقفش على هذا الشيء، وكان عندها مشكل ديال كنا كنقولوا بلي الوالده راه سبق لها كان عندها السل، كيقولنا بلي هادشي راه ماشي مشكل، بلي هادشي راه عادي، ما غيكون عنده حتى شي تاثير. وكانت عندها مشكل حتى في الدواء، اللي كان عندها العروق في رجلها كيحرقوها، هذيك الكدمات الزرقاء اللي كيكونوا في الفخيد كانوا كيحرقوها. وعلى ومي مشيت يعني كنقرا في هادشي، راه الدواء اللي ممكن يبروفيكو هذا الجلطه الرئويه. فهو ما وقفش على هذا الشيء، وما سولش واش سبق لها عملت عمليه، واش كتاخذ ادويه حاليا، ما سولش هذا الشيء كامل، يعني كان مزروب على العمليه. صافي ديناها، وحنا طبيعه الحال كنا ما عارفينش هذا الشيء، حنايا خايفين غير على الوالده، وبغينا نقدوها من اي حاجه ممكن نذوقها على. ديناها دخلوها في 10:30 الصباح العمليه، ما خرجوها حتى 5:30 ديال العشيه، يعني جوزت 7 ساعات في البلوك، وحنا ما عارفينش الوالده علاش مجوزه هذا الوقت كامل في العمليه. مي مشيت بحات كنجبر بلي العمليه من هذا النوع كتجوز غير ساعتين، علاش جوزت 7 ساعات ما عرفاش. ملي خرجت من العمليه جوزت 48 ساعه في ديك الغرفه الاستشفاء، ما كانش مراقبه نهائيا التطور ديال الحاله ديالها.
على اعتبار ان في النهار الثاني العمليه بداو كيبانوا اعراض ديال الجلطه، ولكن ما كانش يعني لا مراقبه ديال تخثر الدم ولا ديك الابره اللي كانوا كيعطيوها ديال مضاد التخثر، ما كانت بشكل عشوائي. كانوا كيقولوا بلي هادو اعراض عاديه ديال العمليه، ولكن هذا الشيء راه ماشي صحيح، لان نورمالمون بحال هاد العمليات 24 ساعه ممكن الواحد يمشي في حاله لدارو، ولكن الوالده 24 ساعه كيبانوا اعراض ديال التعب والارهاق والدوخه والقيء، يعني اعراض اللي كانت كتستدعي التدخل والمراقبه من الحاله، ولكن الطبيب ما كانش كيجي. كانوا واقفين عليها غير زانفيرمي كيخسروا علينا بلي هذا الشيء راه عادي، هذا الشيء راه عنده علاقه بالعمليه. في 12 ديال الليل زادت الاعراض كتاكد اكثر بلي هي جلطه، رجعت زرقاء الوالده، زرقاء والتعرق شديد والم في الصدر وفي الساق، وهذا الشيء راه عنده علاقه يعني اكيده بالتجلط. ومع ذلك يعني لي زانفيرمي ما علموش الطبيب، والطبيب ما جاش وما خداوهاش للانعاش. جوزت ليله كامله الليل كامل وهي كتعاني من الاعراض، حتى 8 الصباح عاد جات واحد الطبيبه بالصدفه، اختي كتوسل لها يعني لان هي اللي باتت معاها، كتوسل لها دخلت جبرت الوالده، الطونسيون هبطت 3 والاكسجين ودقات القلب ما كانوش مستقرين، عاد داوها على وجه السرعه الانعاش، ولكن الاسعاف كان متاخر لان هي توفت. يعني دخلت على رجلها بحال اللي كنهضر معك انا دابا وخرجت ميته، يعني كانت واحد الصدمه اللي يعني شديده بزاف، لان كنتينا كتنتظر كتوقع بلي الوالده ديالك غتخرج بحاله جيده وعاد رجع كما كانت كتخرج يعني ميته تماما. وانا هادي واحد الشهر يعني كنت ناقشت الدكتوره ديالي، كان داك النهار يعني كنت باغا نشكر فيه الوالده على التمارين والتضحيات اللي عملتها من اجلي، ولكن الكرسي ديالها كان خاوي وهما اللي حرموني من هذه اللحظه، يعني اللي كانت 6 سنين وانا كنحضر يعني داك الاطروحه، على اعتبار ان داك النهار غادي يكون النهار اللي غنشكر فيه الام ديالي على كل شيء اللي عملته من اجلي، ولكن هما حرموني من هذه اللحظه على 13000 درهم ديال العمليه، يعني خسرت فيها الام ديالي. ولجأت دابا للقضاء، جات القضاء لانهم رفضوا يعطيو لي الملف الطبي باش نعرف شنو الاجراءات اللي تمت، ما بغاوش يعطيوها لي، هما اللي قالوا لي سجري طوالك، وكانوا طلبوا لي حتى واحد 2.5 مليون زعما على ديك المحاولات اللي حاولوا ينقدوها، كانوا يعني علاو المبلغ اكثر. انا قلت لهم عطيو لي الملف الطبي نعرف شنو وقع بعدا، ما بغاوش يعطيوها لي. دابا انا كنتظر يعني ان القضاء ينصف القضيه ديال الوالده، ويعني انا واخواتي ما غاديش نسمحوا في الحق ديال هذا الشيء اللي كان ناشدوا وزاره الصحه انها تفتح تحقيق وباش ما يوقعوش ضحايا، يعني امهات بحال الوالده ديالي وقعوا ضحيه ديال الاهمال والتقصير ديال بعض المصحات لا الخاصه ولا يعني العموميه.